بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Just to complete these few questions we have here. السؤال الأول للشيخ. هذه امرأة تقول أنها تخشى من سقوط شعرها عند الغسل من الجنابة، فهل لها ترك غسل الشعر؟ This lady, she's asking about washing her hair when making ghusl from janaba, that it causes her hair to fall out. So is it allowed for her to leave off washing the hair? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المرأة تقول تخشى من سقوط شعرها إن اغتسلت وغسلت شعر رأسها، وبالتالي هل لها أن تترك غسل رأسها؟ الجواب عن هذا، كونها هي تخشى أو تظن فهذا ليس بعلم وليس بيقين، فليس لها أن تترك غسل رأسها حتى يحكم الطبيب الشرعي العدل بأن استعمال الماء في رأسها يضرها، بأن استعمال الماء في رأسها يضرها. فإن ثبت هذا أنه يحصل لها الضرر فهذا أمر، ولكن هي عليها أن تتخذ العلاج المناسب لمعالجة هذه المشكلة. وكثير من النساء، فيما يعني سمعت وبلغني بالأسئلة، أنهن يتركن غسل الرأس من الحيض أو من الجنابة بحجج واهية مثل هذه الحجة، والله أعلم. لكن عليهن أن يعلمن أن الطهارة لن تتم إلا بغسل جميع البدن ومنه الرأس. نعم. So the sheikh responded by saying that the fact that this sister fears that her hair will fall out, he said that is not sufficient, because that is not certainty, and rather what is obligatory upon her is that she does not act upon this until a trustworthy Muslim tabib, doctor, rules upon this situation. And if he rules that yes, the usage of water on her hair will harm her, then it is upon her to take the right treatment for this situation. As far as that, then no. And the Sheikh, he mentioned that there are many questions that come regarding sisters or women not washing their hair from the hayd, from the menses, or from the janaba, and this is for excuses which are not acceptable. And he said that this is not correct, because part of the ghusl is washing the head, washing the hair. Salah Thani. The second question here is this, he's saying that when I suffer from weak iman, this opens a door for wasawis and it becomes difficult to regain my iman. As for falling into a fear of falling into kufr and shirk, then this leads to stress and anxiety. So how do I deal with this? هذا السائل يقول إذا ضعف إيماني فهذا يفتح باب للوساوس ومن ثم يكون صعب الرجوع إلى الإيمان أو تقوية الإيمان، والخوف من الشرك أو الكفر يؤدي إلى قلق وخوف، فكيف يتعامل مع هذا؟ أو ما نصيحتكم لهذا؟ السؤال هو يعني أنه لما يضعف إيمانه هذا يفتح باب الوساوس ويصعب عليه الرجوع إلى الإيمان القوي، وأيضا الخوف من الشرك والكفر في هذا الحال يؤدي إلى القلق والخوف الشديد، فكيف يعالج هذه الأمور؟
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقصان الإيمان يؤدي إلى الوقوع في بعض الأمور التي لا تحمد عقباها كالوسوسة، وأيضا يعني قد يقع في أمور قد تؤدي إلى أمور عظيمة. المخرج من هذا كله بأن أولا يتوب إلى الله عز وجل، فإن العبد إذا أذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقلت ومحيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن تاب بعد المعصية تمحى إن شاء الله المعصية. وفي حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إذا عملت معصية فاعمل طاعة. واضح؟ فالذي أوصي نفسي وإياك به أولا أن تتوب إلى الله عز وجل، إذا وقعت في معصية أن تتوب إلى الله، ثم ثانيا أن تكثر من الأعمال الصالحة المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعمال المشروعة التي يعني فيها بإذن الله عز وجل أجر كبير وعمل يسير كثرة قراءة القرآن والأذكار، كثرة قراءة القرآن والأذكار. ومما أوصي نفسي وإياك به لزوم مجالس العلماء والحضور في حلقهم للاستفادة منهم ولتقوي الإيمان. قضية تقوية الإيمان ليست فقط بالطاعة، ليست فقط بالطاعة، فيعني أقصد بالعمل، أنك تصلي ركعتين، تتصدق، تقرأ قرآن، لا، أيضا حتى بالعلم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فازدد علما وتعلم ليقوي إيمانك، ليقوي إيمانك. والعلم من العبادة، العلم من العبادة. وأنا كان مقصودي إن بعض الناس يظن في زيادة الإيمان فقط بقراءة القرآن، بالأذكار، بالصلاة، هذا حسن وطيب، ولكن زيادة الإيمان بالعلم الشرعي تكون يعني بإذن الله تعالى لصاحبها أنفع، لأن نفعها متعدي، والله أعلم. Now, the Sheikh, he began by saying that firstly, iman increases with actions, with good actions, with good deeds, and decreases with sin or bad deeds. So this person, when he is affected with weak iman, then firstly it is upon him to repent, and secondly he should follow this with good deeds. As the Shaykh, he mentioned that there's a hadith in which the Prophet ﷺ explained that when a person falls into a sin, a black dot is placed on the heart, and if he repents and does good, then it will be removed. So to summarize yani quickly what the Shaykh he's saying here, he's saying that when a person does something bad, then he should follow it up with something good. He should follow it up with some good deeds. And he explained that not just good deeds such as praying and fasting and the likes of this, but also he advises this person to seek knowledge and to come and sit in the gatherings of the ulama. So he advised first of all with repentance, and then second he advised with coming and sitting in the durus and the gatherings of knowledge, because he says some people, they have a misunderstanding and they think that what is intended by good deeds is only performing the salah and the zakah, charity and fasting and the likes of this. And he says, but rather seeking knowledge is also included in this. And the Shaykh, he also mentioned something which is very easy to perform, which is reading the Quran and performing the adhkar, remembering Allah Azza wa Jal. In regards to seeking knowledge, however, he said that seeking knowledge can be more beneficial, because the good deeds that a person does for himself, such as salah and the likes of it, is for himself. However, seeking knowledge is something that
benefits the person and then also benefits other people. نعم يا شيخ. هذا السائل يقول بناء على كلام الشيخ يعني الشيخ محمد عبد الوهاب أن العبرة ليست بمجرد التلفظ بل العمل بها أن الذي يسلم ويتلفظ بالشهادتين لا يسلم تماما إلا بعدما كان على علم تمام بشروطها السبعة وعلم بمقتضاها. So this question he's asking, he says, based on the kalam of Shaykh al-Islam Muhammad Abdul Wahab, that it is not sufficient in the shahadatain to merely pronounce them. However, what is intended is acting upon them. He says, so based on this, the person who accepts Islam by merely performing or by merely mentioning the shahadatain, then he does not completely accept Islam, or he does not enter into Islam completely until he understands or he has knowledge of the conditions, the seven conditions. طيب هذا السائل يقول يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بناء على كلامه حول لا إله إلا الله وأن المقصود بها العمل لا مجرد التلفظ. طيب يقول أن الذي يسلم ويتلفظ بالشهادتين لا يسلم تماما إلا بعدما كان على علم تمام بشروطها السبعة وعلم مقتضاها. من أسلم ودخل الإسلام بالشهادتين هذا دخل الإسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك لابد أن يعلم معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، ثم يعني إن علم معناها ومقتضاها فهذا حقق معنى لا إله إلا الله، وإن قصر فبحسب، وإلا فهو مسلم بدخوله الإسلام بالشهادتين. وكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في من يأتي بخلافها أو يضادها أو نحو ذلك. نعم. So the Sheikh is saying that when the person performs the shahadatain, when he pronounces the shahadatain, that he enters into Islam. And after entering into Islam, then he has to learn the meaning of it and learn the conditions and so on and so forth. And he used the hadith where the Prophet ﷺ said that let the first thing that you call them to is to bear witness that none has a right to be worshipped except Allah. And he said that after the person, so by pronouncing the shahadatain, the person enters into Islam. The person enters into Islam. After the person enters into Islam, according to how much he knows or how much he refuses to learn, then that depends on his situation. That depends on his situation. However, he has entered into Islam. He said, as for the kalam, as for the speech of Sheikh Muhammad Abdul Wahab, then he is talking about people who come with the opposite of La ilaha illallah. هذا السائل يقول ما حكم من يركع أو ينحني إلى إنسان كما يفعلون في كاراتيه وغيره ولو كان مستهزئا أو جاهلا. This person is asking what is the ruling on somebody who bows down to a human or to a person such as they do in karate and the likes of this, and what if he is joking or ignorant. لا يجوز هذا الانحناء كما أفتى بذلك أهل العلم، لأن السجود والركوع لا يكون إلا لله عز وجل. وفي حديث معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد للرجل أو لزوجها لعظم حقه، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام.
فلا يجوز هذا الفعل، فهو من فعل الأعاجم كما ذكر أهل العلم، ومن فعل يعني من يتوجه لغير الله عز وجل. وأما فعلها استهزاء أو مزاحا أو نحو ذلك فإن هذا كما يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هذا من الأمور الخاطئة التي يخطئ فيها كثير من الناس، أنهم يستهزئون بالأفعال الشركية أو الأفعال المحرمة التي هي ذريعة للشرك، فإن هذا لا يجوز فعله ولو مزاحا. So the Sheikh, he said that this type of bowing to people, this is not allowed because sujood and ruku, prostration and bowing is for Allah Azza wa Jal alone. This is for Allah Azza wa Jal alone. And he mentioned the hadith of Mu'adh in where the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that if I were to order anybody, or if I were to order anyone to prostrate to anyone, I would have ordered the woman to prostrate to her husband. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade that. So this type of bowing and prostration is not allowed. He said, and as for people doing this out of mockery or joking or the likes of this, he said then, what he mentioned previously, this is from the fatawa of the ulama, of the scholars. And he said, and as for people doing this out of mockery or jokingly, then Sheikh Fawzan, Hafidhullah, he has mentioned that this is also not allowed, and this is from the affairs that many people fall into. They mimic the actions of shirk or kufr jokingly or mockingly, and this is not permissible. طيب بس أنا أردت أن أنبه بالنسبة للسؤال السابق حول المرأة التي تطلب من زوجها أن يعطيها نفقة خاصة، نبهنا على قضية أن هذا من باب حسن العشرة وحسن المعروف، وأن المرأة لا تنظر إلى نفقة الرجل على أمه بل تعينه على الزيادة. أيضا أوجه رسالة إلى الأزواج أن يعني لا مانع أن يكرم المرأة بمقدار من المال، بمقدار من المال شهريا إن طلبت المرأة نفقة لها خاصة، يعني من باب حسن العشرة والمعروف. وأيضا هناك يعني أمر يعرفه الأزواج، المرأة إذا أعطيتها نفقة شهرية هي تلم هذه النفقة وما تحتاج وتشتري من هذه النفقة، فتشتري ما تحتاج وتوفر مال وما تزيد في المشتريات. لكن لو قلت لها مثلا أنا الذي تحتاجينه أشتري لك، تطلب أشياء كثيرة، واضح؟ فلا شك أن النفقة عليها شهريا ترى أفضل لك. أيضا بدل ما تجيك في يوم مثلا من الأيام أريد هذا الشيء قيمته 1000 ريال 2000 ريال وأنت قد لا يكون عندك، بينما لو تعطيها كل شهر حسب المتفق عليه بينكم 100 200 300 500، واضح؟ تكون موفرة، ولو احتاجت يكون عندها مبلغ كبير فتشتري وأنت لا تشعر. وأيضا أنت قد يعني تصاب مثلا بضيقة مالية فتأتي لزوجتك وتقول لها ترى أنا ما عندي فلوس وكذا، ربما هي تعطيك لو دينا، يعني لو دينا ترد لها بعدين، فيكون لك يعني جانب طيب. فبعض الرجال يعني يهين المرأة يقول لها أبدا لو كذا لو كذا، إن عندك قدرة ومتيسر معك أن تعطيها مبلغا شهريا، خاصة إذا كانت المرأة حكيمة، ترى بعض النساء صح تأخذ منك المال لكن ما تضيعه، تشتري يعني المحتاج إليه، وقد تشتري للبيت أشياء ما تكلفك، وقد واضح. فالإنسان يعني يكون عنده سياسة مع المرأة، سياسة شرعية، يشوف الأنفع والأصلح ويحسن للمرأة، خاصة هذه المرأة تقوم على نظافة بيتك، على نظافة ملابسك، على طعامك، على شرابك، تتفرغ لك، فما في مانع أنك أنت يعني تحسن لها بهذه النفقة. نعم. So the Sheikh returned to a previous question in which the sister had asked about requesting a stipend or an allowance from the husband. And he said, he mentioned previously that this is from
being good to the wife and giving and this and so on. So the Shaykh, he said, in addition to this, that even though it's not obligatory, he said that in addition to this, if the man or if the husband gives to the wife a monthly allowance, he said sometimes what happens is if he gives to her something regularly, like a monthly allowance, then she will gather this money and buy what she needs. As opposed to if you were to, or if the husband was to say that I will buy anything you need, then she will always request. She will always come to him and request from him many things. So he said sometimes it's actually better for the husband to give her a monthly allowance and allow her to buy what she needs, and that way this this will help him to not have to spend in these affairs. And he said also that he said some women, they're wise. They know how to spend their money. They know how to keep their money and spend their money. So he said, you know, some men, they belittle the woman and they say no, that they'll never give her anything. But he said that in reality, some women, they're wise and they know how to spend the money. So this kind of woman, she should be, there's no harm and it's yani, beneficial. He said, perhaps even one day you may need to borrow money from her and she has money to give you. No. هذه السائلة تريد نصيحة لها ولزوجها. تقول أن الآن زوجها يلتقي بعض الأيام مثل أيام الإجازة أو نهاية الأسبوع يلتقي بأصحابه ويتأخرون في الليل, يسهرون في الليل, يتأخرون في الليل, فهي تريد نصيحة من هذا الباب لزوجها, لها ولزوجها. This this sister is asking for advice. She says that her husband, on the weekends and the vacations sometimes, he meets with his friends and they stay out late. So she wants advice for herself and for the husband. يعني هذه المرأة تسأل, تقول زوجها في الإجازة يتأخر مع أصدقائه, فتريد النصيحة لها وله. يعني هذا من باب السياسة الشرعية من النساء. فأما المرأة نصب أن ننصحها بالصبر وعدم الغضب على الزوج وعدم يعني إحداث أمر يغضبه لتأخره, بل تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. وأما الزوج فنقول يعني كما هو معلوم, إن لأهلك عليك حقا, فللمرأة على زوجها حق, أو فللمرأة على زوجها حق, عليه أن يوفيه لها. فأحيانا بعض الإخوة مع الشباب ومع إخوانه يلتقي ويطيل السهر ويهمل أهله. لا مانع مثلا إن تيسر لك, إن لم تكن يعني مشغولة وما كان عندك أنت أمر, مثلا إذا أردت أن تتأخر أن تتفاهم معها, مثلا تذهبي لبيت أهلك, تذهبي مثلا لبيت أحد من يعني أخواتها أو قريباتها, إن تيسر لك الأمر هذا ليس إلزاما, فتكون هناك يعني مقاربة للمرأة وتسلية لها. وإذا كانت المرأة عندها شغل البيت وعندها كذا أن تقيمه, ولكن على الرجل أيضا أن يراعي حال المرأة فيخرج معها للنزهة أو يخرج معها لقضاء أغراضها ونحو ذلك ولا يهملها. لكن إن قدر الله للمرأة رجل يهمل بالصورة هذه, عليها أن تصبر ويعني تشير له برفق, تشير له برفق. نعم. نعم. So the Sheikh, he said that يعني this is a good question, a politically directed question, because she's asking for herself and for the husband. So the Sheikh, he said that as for her, then she should have patience. She should be patient upon her husband. If he falls short in anything, she should be patient upon this. As for the husband, then he should know that the wife has a right upon her, so he should be aware of this and fulfill those rights. And he said that, you know, if there's a need, or sometimes there's a need for a person to stay out
Sometimes the man he meets with his friends and he has to stay out. He said, so in these times he should also be wise in the way he deals with his wife. He should explain to her, he should talk to her. If it's possible, if it's easier for him, he could take her perhaps to her relative's house or a friend's house, and this will make things easy between them. But it's not obligatory upon him to do that. And if she has things to do in the house, then she should busy herself with what she needs to do in the house until he comes back. And if there is some shortcoming from the husband's side, then she needs to speak to him in a manner which is lenient and easy, and not say something which will make him upset or make him angry. أيضا أنبه على قضيتين. القضية الأولى إن كثير من النساء يشتكين من الفراغ، والحقيقة في حقيقة الأمر لا فراغ، ولكن المرأة ما تقوم بدورها في البيت. لو المرأة تقوم بما يحتاج إليه البيت من تنظيف وإعداد وتجهيز وكذا، ما تجد وقت. ربما يرجع الزوج إلى البيت وهي لا زالت تعمل، لكن ما تعمل هي، فتقول ما عندي شيء. عندك شيء لكن لا تعملين. فلذلك أنا ألفت نظر يعني الزوجات إلى هذه الجزئية. أنت عندك عمل ولكن لا تعملين، فليست القضية في فراغك، القضية في عدم عملك. هذه القضية الأولى. Now, so the Sheikh is mentioning one point here, which is that many women, they complain about not having anything, or they complain about being bored and the likes of this. And he said that in reality, if the woman was, if she was to perform the actions which are needed in the house, if she from cleaning and the likes of cooking and the likes of this, then in reality she would not find this boredom or this empty time, but she will always be busy. He said perhaps the man will leave and come back and she's still working in the house. But many of them, they do not perform what is needed in the house, and then they complain about this. القضية الثانية أيضا ألفت نظر النساء. يعني أنت تقولين زوجك خرج أو يخرج مع أصحابه، في هذه المدة استغل الوقت لعمل البيت. بمعنى أن بعض النساء إذا زوجها في البيت تعمل، والزوج يبغاها تكون متفرغة، فأنت حتى تلبي يعني طلبات الرجل في خروجي خارج البيت قومي بعمل البيت، ما تعملي عمل البيت مع وجوده، وما في مانع، ولكن الرجل يحب أن المرأة تكون منتهية من عملها وتتفرغ لطلباته. واضح؟ فخروجه لبعض الوقت قد يكون في صالحك. هذه نصيحة. نعم. So the Sheikh he's saying that also for the woman, he wants to draw their attention to the fact that when the man leaves, that this is actually a good time for you to perform the actions needed in the house. Because what happens is sometimes when the man is around, or the husband is around, he wants his wife. He needs the wife for whatever affairs that he needs. And she may be busy performing the actions in the house, cleaning the house and the likes of it. So if she were to actually use this time, then it would be better for her, because while he's away, she can perform what is needed in the house, and then when he comes back, she will be ready, she will be available for him. Or during the day, she will be available for him. So he said that he draws their attention to this. This is advice for them. باقي شيء؟ هذا نجيب السؤال هذا. يقول: هل يستدل بقوله تعالى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أن العذر بالجهل من منهج الأنبياء عليهم السلام أخذا من قوله تعالى إنكم قوم تجهلون؟ ترجمه. This question is saying, is the statement of Allah, the ayah of Allah, where Allah describes the people of Musa when they said, make an ilah, make an object of worship for us, as they have an object of worship. He said, is this to be used as a proof for udhur bil jahl,
giving excuse or no, excusing for ignorance, that this is from the manhaj of the Anbiya alayhi wasalam, that this is from the method of the Prophets alayhi wasalam, due to the statements of Allah after that, innakum qawmun tajhalun, that you are a people who are ignorant. نعم يعني هذه الآية تفيد هذا المعنى من جهة، والجهة الأخرى أصلا عندنا في أدلة الشرع، في أدلة الشرع مقرر قضية العذر بالجهل كما قاله الشيخ العثيمين وغيره من أهل العلم كالشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى، أن الأدلة الدالة على العذر بالجهل كثيرة جدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لئن قدر الله علي ليعذبني، أدلة كثيرة فيها الدلالة على العذر بالجهل. متى يستدل أهل العلم ب يعني ما كان عند الأنبياء السابقين عند عدم الدليل في شرعنا؟ نعم. So the Sheikh is saying that yes, this ayah it does point to this meaning. However, what we have in our Sharia is يعني the evidence is found in our Sharia is other than this and plentiful. And he said, such as what Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah mentioned, that there are plenty evidences for this, and also many other scholars such as Shaykh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafidhahullah, and he mentioned some of them, such as the ayah in which Allah says that we do not punish a people until we send a messenger, and also the hadith, al-hadith لئن قدر الله ليعذبني أنت ربي وأنا عبدك. نعم. أنت عبدي وأنا عبدك. نعم. And also in the hadith where the person who lost his camel, he became very happy when he found it, and he said, oh Allah, you are my slave and I am your servant. So he mixed up these words, right? He made a mistake. And other than this, there are evidences. So then the Sheikh said, so when is it that the ulama they go back to the Sharia of those who came before us? He said that is when there is no evidence in our own legislation. صلى الله وسلم على نبينا. شيخ في سؤال باقي سؤال. شيخ في سؤال واحد. باقي سؤال. إيه آخر سؤال. هذا يسأل عن الولادة في بلاد الكفار. الولادة في بلاد الكفار. هل هذا من الأسباب يعني الذهاب إلى بلاد الكفار؟ ما أفهم. الولادة. الولادة. إيه نعم. مثلاً يكون المستشفيات في بلاد الكفار أفضل في طريقة الولادة وإنعاية المرأة، فهل يجوز له الذهاب إلى بلاد الكفار؟ نعم. So this question is asking about going to the lands of the disbelievers for delivery, pregnancy and delivery. As we mentioned, because sometimes the hospitals in those lands they have a better system for caring for the woman. Or better methods for delivery. So is this permissible? Is this one of the permissible reasons to go to the land of the disbelievers? بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الذهاب إلى بلاد الكفر ل يعني امرأة تكون حامل لتلد هناك بسبب أن العلاج أو عملية الولادة هناك أسهل وأفضل. إن ثبت هذا فالعلاج في بلاد الكفر عند أهل العلم لا مانع منه. بالشروط المعتبرة بالنسبة للولادة أن تكون امرأة أن تكون كذا إلى آخره فلا مانع منه والله أعلم. He said this, if this is true that the methods are better, then it is permissible with the conditions that are mentioned, such as that there's a woman there, يعني the people who are delivering a woman and the likes of this. He said that if this is true then there's no problem with this, because there's no problem with going to the lands of the disbelievers for treatment. And Allah knows best.